أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه التغطية المستمرة مع حضراتكم على شاشة أكسترا نيوز، والتي نبدأها من العلاقة المصرية الصومالية. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية. صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. علاقات أخوية ممتدة جمعت بين مصر والصومال، عزز تلك العلاقات الاحترام والتفاهم على مستوى قادة البلدين. هذا بالإضافة إلى النمو المضطرد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية. المزيد في هذا العرض مع عمرو شهاب. أهلا بكم. تعود العلاقات المصرية الصومالية إلى بعيد الزمن، حيث بدأت حسب ما تشير صفحات التاريخ منذ زمن الفراعنة، حين كان يتم تبادل البعثات التجارية بين البلدين، علاقة توطدت في العصر الحديث مع مساندة مصر الدائمة للصومال ولكل أشقائها في القارة السمراء. العلاقات الأخوية الممتدة عززها الاحترام والتفاهم على مستوى قادة البلدين، الأمر الذي يتضح جليا في عديد اللقاءات التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود، والتي كان آخرها استقبال الرئيس السيسي له بقصر الاتحادية في يناير الماضي، حيث عقد الجانبان مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية. الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، مشددا على دعم مصر للصومال في محاربتها للإرهاب والعمل على تطوير العلاقات ورفض مصر التدخل في شؤونه والمساس بسيادته، مجددا الرفض للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا للاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر. من جانبه أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن مصر تعتبر حليفا تاريخيا ودولة شقيقة وصديقة للصومال، معربا عن تطلعه إلى المزيد من الرخاء والتعاون القائم على الاحترام والمنافع المشتركة بين البلدين، ومؤكدا رغبة الصومال القوية للعمل مع مصر لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية. اقتصاديا شهدت العلاقات بين مصر والصومال نموا مضطردا في السنوات الأخيرة، مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية وسعي جاد لوضع خطط مستقبلية وفتح أبواب جديدة للتعاون في مجالات متعددة، حيث ارتفع التبادل التجاري في أول 11 شهرا من 2023 بنسبة 26.5% إلى 56,300,000 دولار، وتأتي مشروعات الطاقة والمياه على رأس مجالات التعاون بين البلدين. على المستوى الثقافي أطلقت مصر مبادرات ومشاريع تهدف إلى دعم قطاع التعليم في الصومال، ولا تزال مصر القبلة الأولى لأهل الصومال للحصول على التعليم، كما تحظى المنح الدراسية المصرية الجامعية باهتمام كبير في ظل معاملة مصر للطلاب الصوماليين الدارسين بمختلف الجامعات المصرية معاملة المصريين. كما كانت لمصر جهود إنسانية دائمة لدعم الصومال، حيث قدمت مصر عام 2022 مساعدات إلى مقاديشيو بإجمالي 240 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء والمساهمة في مواجهة موجة الجفاف آنذاك. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا للعلاقات المصرية الصومالية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. وللمزيد من التفاصيل حول العلاقات المصرية الصومالية، إذن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد إبابي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الإفريقي. أستاذ أحمد، بعد التحية دعنا نتحدث في البداية عن أهم الملفات المشتركة بين مصر والصومال.
نعم، هناك عديد من الملفات المشتركة ومجالات التعاون الثنائي ما بين مصر والصومال، تشهد خلالها من خلالها العلاقات المصرية الصومالية تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة. ويمكن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للقاهرة كزيارة كثاني زيارة له هذا العام هي تكليل أو تكليل لمستوى العلاقات الثنائية ما بين البلدين في الفترة الحالية. أيضا هناك أو مسارات التعاون هي تشهد مسارات عديدة على رأسها التعاون الأمني في قيمة التعاون الأمني لدعم الصومال ولدعم مؤسسات الصومالية في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، وعلى رأسها تحدي خطر الإرهاب الذي تواجه الدولة الصومالية. هذا جانب. الجانب الآخر، مصر تقف بموقف واضح وثابت داعم للدولة الصومالية للحفاظ على سيادة الدولة الصومالية واستقرار الدولة الصومالية و حماية الدولة الصومالية من التدخلات الخارجية، ونقصد هنا مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة الإثيوبية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في بداية هذا العام. ومن هذا التاريخ مصر اتخذت موقف واضح وثابت لدعم الدولة الصومالية والحفاظ على مؤسسات الدولة الصومالية، وتتصدى لذلك بشكل واضح في بمسارات تؤكد من خلالها على مجموعة من الثوابت أهمها الحفاظ على سيادة الدولة الصومالية ورفض أي تدخلات خارجية. وهذا هو النهج المصري بشكل عام، هو الحفاظ على سيادة الدولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. نضف إلى ذلك الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدول بما يمكنها من ممارسة كامل السيادة على أراضيها، وهذه من ثوابت السياسة الخارجية المصرية في التعاطي مع عدد من الملفات والأزمات التي تشهدها المنطقة. أيضا هناك بعد مهم جدا يعني على مستوى الشراكة والتعاون، هي من منطلق أن مصر تسعى إلى تعزيز الشراكة مع دول القرن الأفريقي لما لها من ارتباط مباشر بمصالح مصر الاستراتيجية والمصالح الاستراتيجية للدولة المصرية في منطقة حيوية للدولة المصرية هي منطقة البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي. ومن هذا المنطلق تعزز مصر شراكتها مع الصومال ومع جيبوتي ومع ثلاث دول القرن الأفريقي أو دول الشرق الأفريقي. ويمكن هذا تكلل في مجموعة من المجالات أو مجموعة من المشاريع والاتفاقيات، نذكر أحداثها مثلا في شهر يوليو الماضي تدشين خط سيارة مباشر ما بين القاهرة ومقديشو وأيضا ما بين القاهرة وجيبوتي كدلالة واضحة على التعاون أو تعزيز التعاون أو تعزيز التواصل ما بين مصر والصومال. أيضا كانت هناك في يناير الماضي كانت هناك زيارة أيضا للرئيس الصومالي للقاهرة، وهذه الزيارة كانت شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية التعاون الأمني ما بين مصر والصومال. ويمكن من هذا المنطلق أو من منطلق هذه الاتفاقية تقوم مصر بنقل خبراتها والتدريب للمؤسسات الأمنية في الصومال من بما يعزز قدراتها في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، وعلى رأسها تحدي خطر الإرهاب، وهذا دور مهم تطلع به الدولة المصرية لدعم القدرات الأمنية لمؤسسات الدولة الصومالية. البعد الآخر أيضا هو بعد مهم فيما يتعلق بنقل الخبرات التعليمية، ويمكن مصر من خلال مؤسسات تعليمية عديدة على رأسها مؤسسة الأزهر تقدم منح وتقدم مجالات عديدة للصومال للتعليم وللدارسين من الطلاب الصوماليين في القاهرة. كل هذه المجالات تعكس مستوى التعاون والعلاقات ما بين مصر والصومال خلال هذه المرحلة، والتي تأتي على رأسها كما تحدثنا هو الجانب الأمني أو التنسيق والتعاون الأمني، ثم التنسيق على المستوى الاقتصادي والتجاري. يمكن هناك زيادة في معدلات التبادل التجاري ما بين البلدين خلال الفترة الأخيرة بما يعكس ويمكن تدشين خط التيار المباشر من شأنه يعزز
من زيادة معدلات التبادل التجاري ما بين البلدين. إذا نتحدث عن تعاون في مجالات مختلفة، وأيضا من ضمن هذه المجالات هو التعاون في المجال الصحي أيضا، وهذه من ضمن الأمور التي دائما ما تكون هامة بالنسبة لأي مواطن. نعم، أيضا ده الجانب الصحي من الأبعاد المهمة، ويمكن مصر في على مستوى حتى أفريقيا وعلى مستوى القرن الأفريقي الحقيقة بتقوم بجهد كبير جدا في نقل خبراتها الصحية. وهناك عدد من المبادرات العديدة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تعزيز الجهود الصحية والقدرات الصحية للأشقاء في أفريقيا. عموما هناك عدد من المراكز الصحية، يعني في القرن الأفريقي هناك مراكز صحية ومستشفيات مصرية مثلا في جيبوتي، أيضا في أوغندا وفي كينيا وفي في عدد من الدول، ومن ضمن هذه المجالات هو أيضا من دعم الجوانب الصحية للدولة الصومالية وتقديم العلاجات. أيضا من ضمن المبادرات المهمة التي كانت سبق وأطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجال الصحي هي علاج مليون أفريقي من فيروس سي، ودي مبادرة مهمة قامت بها الدولة المصرية. نضيف إليها أيضا مصر كانت تقوم بدور رائد في وقت جائحة كورونا لتوفير اللقاحات في وقت كان العالم قد أدار ظهره لقارة أفريقيا، إلا أن الدولة المصرية كانت حريصة على دعم الدول الأفريقية والأشقاء في أفريقيا بتقديم اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا. يمكن مصر كانت مبادرة من السيد الرئيس بتقديم أكثر من 30 مليون لقاح لجائحة لفيروس كورونا للأشقاء في أفريقيا. كل هذه الأرقام أو المبادرات تعكس الجهود المصرية على المجال أو في الجانب الصحي، خاصة لدول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومن ضمنها الصومال. نعم، تحدثنا عن موضوع التعليم والتعاون في مجال التعليم، إلى أي مدى التعاون في مثل هذا المجال والمجال الثقافي له مردود واضح على الشعوب؟ لا، من الجوانب المهمة نعتبرها أو ننظر إليها في إطار إحدى أدوات القوى الناعمة المصرية. الحقيقة هناك مؤسسات لديها تاريخ طويل من العمل أو تقديم الخدمات التعليمية والمنح التعليمية للأشقاء في أفريقيا عموما، وأيضا في الدول الشقيقة في أفريقيا مثل دولة الصومال. ومن ضمن هذه المؤسسات كما تحدثنا مؤسسة الأزهر الشريف، أيضا هناك انفتاح كبير جدا على صعيد المؤسسات التعليمية والجامعات المصرية في تقديم في عدد المنح المقدمة سنويا للدارسين الأفارقة. والصومال لديها نسبة كبيرة جدا من هذه المنح المقدمة سواء في الجامعات العامة أو الجامعات الحكومية المصرية، وأيضا على صعيد الجامعات جامعة الأزهر يمكن هناك عدد كبير جدا من الدارسين الصوماليين في جامعة الأزهر، وهناك ارتباط كبير جدا من الدارسين الصوماليين فيما يتعلق بالتعليم الأزهري ونشر صحيح الفكر الإسلامي الصحيح أو الوسطي. ويمكن هذا البعد يمكن سبق وأن تحدث عنه السيد وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاء ومباحثاته مع نظيره الصومالي أيضا في الشهر الماضي، وأكد على بعد أو أهمية تعزيز التعاون على المستوى التعليمي وخصوصا فيما من خلال مؤسسة الأزهر أو التعليم الأزهري وجامعة الأزهر الشريف، يعني باعتبارها من الأدوات المهمة أو الأدوات أو مجالات التعاون المهمة التي تقدمها الدولة المصرية للأشقاء. نعم، في الصومال. نعم، أستاذ أحمد إمبابي الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأفريقي، جزيل الشكر لحضرتك.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 88% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 59 مليون دولار. وننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة. استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو. لافتا في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي وصولا إلى الهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور. في هذا الإطار أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد الرئيس وجه خلال هذا الاجتماع باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر ونقل التكنولوجيا بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا
فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي. كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، وموجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن. وفي السياق نفسه شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية. وفي سياق آخر أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، وذلك من خلال الاستفادة من بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، والتي تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، وموجها بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة. كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، ومشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية. من جانب آخر كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار في عدد من المحافظات، بما يدعم الأثر البيئي لتلك المشروعات ويسهم في استغلال طاقات الشباب، مع أهمية وضع خطة في هذا الإطار مع البدء بالمحافظات التي تشهد أعلى معدلات لتلوث الهواء. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كلف رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة. وخلال الاجتماع أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للاعبين الثلاثة الممثلين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعا بها، وقال: نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذا هناك توجيه من فخامة الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات. وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضيا، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضيا للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.
وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، بعد التحية، نتحدث الآن عن ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء، ونتحدث عن دعم الصناعة وأوجه كثيرة ونقاط كثيرة لدعم الصناعة. دعنا نتحدث عن أهمية دعم الصناعة في الاستثمارات وفي الاقتصاد وفي النهوض بالحالة الاقتصادية وتوفير العملة الأجنبية أيضا. يعني يمكن خليني بس أشير في البداية إلى أنه يعني ما جاء من توجيهات سيد رئيس الوزراء في هذا الاجتماع إنما يعبر عن يعني الأيديولوجية الاقتصادية للدولة المصرية في ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول إيمان الدولة المصرية بفكرة توطين الصناعة، وزي ما حضرتك تفضلت يمكن هذا الأمر هو يعتبر الآن في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم من جراء الأزمة المالية العالمية هو المفتاح السحري وكلمة السر نحو التغلب ومواجهة كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، واللي كان معظمها انعكاس لتداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي، سواء فيما يتعلق بمواجهة التضخم أو مشكلة الدين العام أو حتى فيما يتعلق بمشكلة البطالة، لأنه توطين الصناعة داخل الدولة من شأنه أنه بيزيد المعروض من السلع والخدمات، وبالتالي بيقلل من الفاتورة الاستيرادية ويشجع المنتج المصري لوجود منافسة في الأسواق العالمية، وبالتالي وجود فائض كبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري بالتبعية، وده من شأنه أنه بيحسن قيمة سعر الصرف وزيادة في احتياط النقد الموجود في البنك المركزي. هناك أيضا نقطة هامة دكتور محمود، وحضرتك بتستكمل حديثك، ونحن نتحدث عن الصناعة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، أصبح الآن دائما ما يتم ذكر أنه أيضا بمشاركة القطاع الخاص. نعم، هذه هي النقطة الثانية في المحاور الثلاثة للأيديولوجية المصرية. إنه كمان الدولة المصرية يعني منذ أن أعلنت عن وثيقة ملكية الدولة، ودي ده كان واحد من الأمور الحاكمة للأيديولوجية الاقتصادية للدولة المصرية بإزاحة أو افتاح المجال أكبر للقطاع الخاص نحو الاستثمارات، يمكن بتخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية للسماح للقطاع الخاص بدور أكبر داخل الاقتصاد المصري. يمكن توجيهات السيد رئيس الوزراء في هذا الصدد بتؤكد على هذه الأيديولوجية. المحور الثالث اللي بتكتمل فيه أيديولوجية الدولة المصرية هو إيمان الدولة المصرية أن فكرة توطين الصناعة أو دور القطاع الخاص يعني في عملية جذب الاستثمارات أو في عملية الصناعة بشكل عام داخل الدولة أصبح لزاما عليها، أو واحد من المتطلبات الأساسية هو عملية توطين واستخدام التكنولوجيا، وبالتالي أصبح الأمر مختلفا عما كان عليه في السابق في فكرة ثراء الدولة. الدولة ذات كان في السابق المفهوم أن الدولة ذات الموارد الطبيعية والبشرية هي تصنف الدولة الغنية، لكنه الآن الأمر إلى حد كبير اختلف، بمعنى أنه أصبح الدولة التي لديها القدرة على استخدام وتوطين التكنولوجيا في عملية الصناعة هي الدولة التي يمكن أن يقال عليها أنها ذات موارد ودولة أكثر ثراء من غيرها. وبالتالي الدولة المصرية حريصة تمام الحرص في عملية توطين الصناعة أن تكون تحت مظلة استخدام التكنولوجيا المعاصرة للوضع الحالي وبناء قدرات العنصر البشري، لأنه بالتبعية أصبح العنصر البشري الذي يقوم على استخدام وخلق التكنولوجيا هو أهم عنصر في عناصر العملية الإنتاجية، وبالتالي أصبح حتى الاستثمار في التعليم والاستثمار في بناء الكوادر البشرية واحد من أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى توطين الصناعة سواء بالشكل المباشر أو حتى بالشكل غير المباشر. نعم، ونحن نتحدث أيضا عن التوطين والاهتمام بالصناعة بشكل كبير وإيجاد حلول كثيرة للكثير من المشكلات حتى يتم النهوض بهذه المنظومة بشكل أكبر. دعنا نتحدث أيضا عن نقطة هامة جاءت في هذا البيان، أن الحكومة ستعمل على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، وهذه أيضا من النقاط التي لابد أن نتوقف عندها. يعني أنا في تخيلي أن هذه هي من أهم الخاصة والتي كانت يمكن تؤرق عملية الاستثمار في مجمله، سواء كان استثمارا محليا أو حتى استثمار قادم من الخارج، وده واحد من العوامل
اللي بتؤثر على مجمل الانتاج الكلي للدوله المصريه، لان تعثر المصانع ده من شانه انه بيؤثر على الانتاج او حجم الانتاج الكلي، وبالتبعيه طبعا بيضطر الدوله اضطرارا للجوء الى استيراد هذه السلع من الخارج نظرا لنقص المعروض. لكنه وجود اليه معينه تسهل وتيسر، خصوصا قرار السيد وزير الصناعه بفكره عدم اغلاق المصانع الا بقرار من الوزير شخصيا. حتى شدد رئيس الوزراء على انه لن يتم غلق اي منشاه صناعيه الا بقرار منه شخصيا، وهذه ايضا كان سيكون نقطه السؤال التالي، الى اي مدى هذه النقطه او هذه التعليمه من ضمن الامور التي تساعد في طمانه المستثمرين؟ المستثمر دائما يعني النقطة الأولى التي يبحث عنها المستثمر هي درجة الثقة التي تتمتع بها أمواله داخل دولة. بغض النظر أو قبل الحديث عن الإطار التشريعي أو الإطار المالي أو الإطار النقدي، صحيح أن هذه عناصر مهمة وأساسية لخلق مناخ جاذب للاستثمار، لكن النقطة الأولى التي يبحث عنها أي مستثمر هي درجة الثقة ودرجة الأمان التي يمكن أن يطمئن أو فيها على أمواله، لأنه في النهاية الاستثمار ليس له وطن ولا يبحث إلا عن المكان الذي يعظم أرباحه. وبالتالي خصوصا يمكن أهمية هذا الموضوع في ظل التوقيت الحالي، في ظل توقيت العالم كله يعاني من حالة من حالات اللا يقين أو عدم الثقة حول الاستثمارات، لكن صدور مثل هذه القرارات تجعل المستثمر مطمئنا على أموال واستثمارات داخل الدولة لعدم وجود أي أمور يمكن أن تعثره، سواء كانت أمور بيروقراطية أو أمور لها علاقة باستكمال أوراق أو استصدار تراخيص أو ما شابه من هذه الأمور. وبالتالي هذه القرارات هي قرارات تخلق مناخا مطمئنا وتخلق درجة أعلى من الثقة لدى المستثمرين سواء في الداخل أو في الخارج، من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على مجمل الإنتاج الكلي للدولة. نعم، أيضا تم الحديث عن تكليف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، وأن سيادة رئيس الوزراء يتابع هذا الملف بصورة دورية. أيضا إنتاج الكهرباء من ضمن الأمور الهامة التي شغلت الجميع في الأيام الأخيرة، تم حلها، لكن أيضا ما زال هناك إجراءات للحفاظ عليها وبشكل وبنسبة أكبر في المرحلة القادمة. يعني يمكن إنتاج الطاقة بشكل عام هو أمر يشكل هم عالمي ليس فقط على الدولة المصرية، ولكن هو هذه مشكلة يعني يتأرق منها العالم بأسر، خصوصا أن تستخدم الطاقة باعتبارها أحد أدوات الصراع منذ الحرب الروسية الأوكرانية وانقسام العالم إلى قسمين. الدولة المصرية فطنت إلى هذا الأمر وتحاول بقدر الإمكان يعني توفير المعروض من الطاقة وتحديدا الكهرباء، والبحث أيضا عن مصادر أخرى ومصادر غير تقليدية للطاقة، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة النظيفة اللي بتتسق تماما مع برامج التنمية المستدامة اللي بتتحدث عنها الأجندة المصرية 2030 واللي بتتحدث عنها الأجندات العالمية. لدينا خطوات ثابتة في هذا الإطار، اهتمام الدولة المصرية بهذا الأمر إنما يعكس فكرة التركيز على القطاعات التي باتت تمثل أولوية عظمى للمواطن المصري، واللي حقيقة الأمر يعني بتشكل مشكلة ومعضلة كبيرة لكثير من دول العالم حتى الدول المتقدمة. نعم، دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المدخلة، جزيل الشكر. ومشاهدينا الكرام، هذه التغطية ما زالت مستمرة مع حضراتكم، نخرج لفاصل ونعود بعد مرة أخرى لاستكمالها. أهلا بحضراتكم من جديد، وهذه التغطية ما زالت متواصلة مع حضراتكم على شاشة إكسترا نيوز. ما زلنا نتحدث عن ملف دعم الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. دكتور هشام، بعد التحية دعنا نتوجه في البداية إلى كيفية دعم الصناعة والآليات التي اتخذتها الحكومة حتى اللحظة، والتوجيهات أيضا التي تم إصدارها حتى يتم دعم الصناعة وأيضا دعم القطاع الخاص في مجال الصناعة. إليك الكلمة.
مساء الخير بداية حياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أتصور أنه نقطة البداية في دعم الصناعة هو إنهاء التحديات أو المعوقات اللي بتواجه المستثمرين. وهو ده الحقيقة الشغل الشاغل للحكومة حاليا. بنشوف اجتماعات مكثفة للسيد رئيس مجلس الوزراء، بنشوف السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بيعقد اجتماعات مستمدة مع كلا الجانبين، فكان مجتمع الأعمال والمستثمرين أو دولاب العمل الحكومي، وعلى وجه التحديد يمكن المسؤولين في هيئة التنمية الصناعية. وفكرة أنه يكون التراخيص بتنتهي في توقيتات محددة وما يكونش في إضاعة لوقت المستثمرين ذهابا وعودة فيما يتعلق بإجراء أو مستند أو صورة لمستند، هي كل ده أتساوي أن الحكومة داخلة في إطار مواجهة شاملة مع البيروقراطية اللي كانت موجودة على مدار السنوات الطويلة. وأتساوي أنه هي دي نقطة البداية الحقيقية، لأنه يمكن رغبة المستثمرين في ضخ مزيد من الاستثمار وخاصة في قطاع الصناعة تصورنا رغبة موجودة وقوية، وبالتأكيد أيضا رغبة الحكومة في زيادة أرقام الاستثمار في قطاع الصناعة وتنفيذ تكليفات السيد الرئيس في هذا الإطار تصور أيضا أمر واضح، لكن هو هيتبقى التعامل مع دولاب العمل الحكومي. دي نقطة البداية، لكن يتلوها بالتأكيد خطوات أخرى. فكرة أنه إحنا الحقيقة يكون لدينا أراضي مرفقة مساعدة تصعيد تنافسي علشان الحقيقة ما يكونش في دول أخرى بتنافسنا في هذا الإطار. إحنا الحقيقة بنشوف الدول القريبة بتقدم أراضي بأسعار مناسبة للغاية وتمكن المستثمر أنه يدخل في إطار تنافسي مع نظراءه من أي دولة على مستوى العالم. دي الحقيقة مسألة مهمة أنه يتم مراجعة مسألة التسعير وتوحيد الأراضي اللي بيحتاجها المستثمرين. هنضيف إليها بقى ما ذلك فكرة بقى أنه إحنا ندعم الصناعة بمزيد من البرامج الفنية التدريبية، كل ده أصلاً نحن الحقيقة أيضا محتاجينه بشدة. نعم، طيب أيضا تم الحديث عن أهمية الاستفادة من بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والتي تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، كيف ترى هذا الأمر؟ خطوة هامة للغاية. فكرة أنه يكون لدينا منصة أو بوابة ده بداية هيساعد الدولة والحكومة في مسألة التخطيط، وهيسهل تسهيلا في فكرة التجاوب مع احتياجات المجتمع وقطاع الصناعة. الأمر الثاني أن احنا هي زي ما الحكومة اتحركت في هذا الإطار، مطلوب أيضا أن مجتمع الأعمال يتحرك في إطار وضع كل ما يتعلق به من بيانات ومعلومات على هذه المنصة. والمسألة الثانية أن يكون في دخول على هذا الموقع وتبادل للبيانات والمعلومات، لأنه ده الحقيقة بيفيد كثيرا قطاع الصناعة، بيفيد كثيرا الاستثمار، والحقيقة بيوفر الكثير من مش بس الوقت لكن المال. يعني احنا الحقيقة قد يكون في احتياج لأي من احتياجات قطاع الصناعة، والحقيقة مفيش تقافل بيانات ومعلومات، وبالتالي بيستسهل المستثمر ورجل الأعمال في أنه يلجأ لفكرة الاستيراد. وبالتالي كل ما بيكون قبل بيانات ومعلومات متاحة على هذه المنصة، كل ما ده الحقيقة بيحدث نوع جيد من التكامل فيما بين قطاع الصناعة بعض البعض، فيما بين مجتمع الأعمال، وده الحقيقة بيزيد من القيمة المضافة، بيحسن من اقتصادات التشغيل في العديد من المصانع، بيقلل كثيرا من احتياجنا لعملية الاستيراد، وبيخفف بالتأكيد الضغوط على موارد النقد الأجنبي. فجملة منافع الحقيقة حققتها فكرة المنصة، لكن محتاجين مزيد من التداخل، مزيد من الدخول، مزيد من التفاعل على هذا الموقع الإلكتروني علشان يكون كل ما هو يحتاجه المستثمر متاح على هذا الموقع. نعم، في ظل طمأنة المستثمر وصاحب المال، هناك أيضا نقطة هامة جدا ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فكرة غلق المصانع، أنه لن يتم غلق مصانع إلا بقرار منه هو نفسه، وأيضا فكرة النظر في المصانع المتعثرة وكيف يتم حل مشكلات المصانع المتعثرة، كل هذه أيضا من الأمور التي تساعد في زيادة الاستثمارات وزيادة عدد المصانع وزيادة الصناعات. صحيح، ودي الحقيقة مرحلة جديدة من مراحل التعامل مع المشروعات المتعثرة، لأن احنا الحقيقة كان لدينا خطوات سابقة في توقيتات سابقة، الحقيقة مبادرات أطلقت على مستوى الحكومة سواء ما يتعلق بوزارة الصناعة أو وزارة المالية أو الحقيقة جهات تابعة، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، الحقيقة كان عدد من المبادرات أطلقت في هذا السياق، مبادرات أيضا أطلقت من جانب البنك المركزي، لكن
اتفاهم مبادره اللي اطلقها السيد ياسمين سويسرا مؤخرا وتصريحاته اللي هي واضحه بشكل جالي ليه كافه مجتمع الاعمال انه لا مفيش فكره اطلاق مصانع او انه المصانع المتعثره يجب ان تقال من عصريتها. ومهم جدا انه المالكين والقائمين على هذه المصانع يتجاوبوا مع هذه المبادره لانه الحقيقه يمكن الحكومه جاده في هذا الامر واتصنوا قدر كبير من التسهيلات والمسانده يمكن ان تقدمها للمستثمرين لانه كل مصنع بيقال من عصيته بالتاكيد ده بيضيف لي قطاع الصناعه بيولد فرص عمل بيزود دخول بيطلع انتاج فالحقيقه جمله منافع بيتم تحقيقها. وبالتالي اتصور ما اطلقه ووجه به السيد ياسمين سويسرا اتصور ان مجتمع العمل سوف يتجاوب معاه ونفس الامر الحقيقه نحتاج انه الجهات المختلفه الجهات الحكوميه المختلفه تطبق هذا الامر لانه الحقيقه مساله انه كل ما يتعلق بهذه المصانع اللي هي بتواجهها بعض الظروف قد تكون خارجه عن ارادتها او سيطرتها لانه احنا كم التغيرات الاقتصاديه خلال السنوات الماضيه كان كبير وبالتالي كان ممكن انه اي مشروع يقع في نطاق التعثر وبالتالي لما يبقى فيه رساله واضحه من السيد ياسمين سويسرا في هذا الاطار تصنع الحقيقه سوف تحظى بمزيد من الانتباه والتفعيل. نعم ايضا تم الحديث عن مواصله الجهود المبذوله من اجل زياده انتاج الكهرباء ومن المعروف ان الكهرباء اذا المصانع تستطيع ان تعمل اذا الاستثمارات في مأمن. احنا الحقيقه ليس لدينا مشكله في الكهرباء الحقيقه كان مشكلتنا في تناقص الغاز والتزاماتنا الخارجيه ويمكن الحقيقه الحكومه اتحركت بشكل عاجل وسريع في الشهر الماضي على وجه التحديد في الحصول على غاز مسال من بعض الدول وبالتالي الحقيقه محطات الكهرباء الحقيقه تصور انه في الوقت الحالي بدات تعمل بشكل طبيعي اخذا في الاعتبار انه الحقيقه ايضا موجه الحر الحقيقه اجتاحت معظم دول العالم ايضا كانت ضاغطه على فكره الكهرباء وتوليد الكهرباء وحجم الحقيقه الاستهلاك كان بيتزايد بشكل كبير للغايه واتصور انه موجه الحر بدات تتلاشى وبالتالي سوف يكون لدينا وفد من الطاقه الكهربائيه اللي باحتياجات المصانع في اي وقت ولاي توسعات ممكنه خلال الفتره القادمه. نعم دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخله جزيل الشكر. مزيد من التفاصيل أيضا عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم إذا ينضم إلينا من العاصمة الإدارية عوض الغنام مراسل الأكسترا نيوز. عوض بعد التحية بالتأكيد لديك المزيد من التفاصيل وكثير من النقاط التي من الممكن أن تحدثنا عنها وفيها إليك الكلمة. تحياتي دعاء يوما بعد يوم يتضح لنا الاهتمام الكبير للحكومة المصرية وكل مؤسسات الدولة وفي مقدمة ذلك شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف الذي دوما ما كان يتساءل عنه الناس في الشارع وكذلك المختصون هو ملف الصناعة الوطنية أين نحن منه ويتضح ذلك بشكل جلي وواضح للغاية منذ التكليف الرئاسي للحكومة الجديدة وتجديد الثقة في شخص دكتور مصطفى مدبولي بأن هذا الملف أنه هو ملف رئيسي على أولويات هذه الحكومة المصرية الجديدة بطبيعة الحال وهو ما جاء في البيان السياسي الذي صدر منذ قليل للاجتماع اليوم والذي قال بأن هذا الملف هو على رأس أولويات هذه الحكومة من خلال أكثر من جهة تتعامل وتتضافر كل الجهود من أجل الوصول بهذا الملف إلى نقطة إيجابية في المستقبل وهذا ما تستحق مصر لأن مصر لديها بنية كبيرة للغاية أشادت بها كل المؤسسات العالمية المالية حول إمكانية أن تساعد هذه الإمكانيات الرهيبة في
إحداث قفزة كبيرة ونوعية في عملية التصنيع الوطني المحلي والذهاب بها إلى أسواق بعيدة، خاصة من حيث الموقع الاستراتيجي الرائع لمصر والذي تتوسط فيه كل قارات العالم، حتى أن عدد كبير من المصنعين العالميين بدأوا الآن يتوافدون إلى الأرض المصرية من خلال ما توفره مصر من استثمارات أو ميزات استثمارية جذابة. فالأولى بالمصنع الوطني أن يستفيد من كل هذه الإمكانيات الكبيرة. وكان أول قرار صدر هو أنه لن يتم إغلاق أي مصنع على الأرض المصرية إلا بقرار من دولة رئيس الوزراء، وإن دل هذا فإنما يدل على الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بأهمية التصنيع. أهمية التصنيع دعاء أنه يعطي للدولة المصرية ميزتين. الميزة الأولى أنه يوفر عملية أو العملة الصعبة، وهذا ما أشار إليه وزير الصناعة في أول لقاء له مع إكسترا نيوز، بأن عملية التصنيع الوطني وتصدير هذه الصناعات المصرية الوطنية إلى الخارج سيوفر لنا أو للاقتصاد القومي العملة الصعبة. والميزة الأخرى أنها ستوفر ملايين من فرص العمل، وبالتالي الاهتمام من الحكومة يتوالى ساعة بعد أخرى. النقطة الثانية وهي مهمة للغاية في البيان الصادر اليوم عن الحكومة في هذا الاجتماع، بأن هناك تضافر للجهود مع القطاع الخاص، وهذا ما أشار إليه لو تتذكرين الاجتماع الأول الذي كان خاص بالقضايا الاقتصادية والذي كان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحكومة المصرية الآن ستأخذ خطوة للوراء وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الوطني الخاص المصري، لمساحة أكبر بالنسبة لعملية التصنيع والدخول أيضا في شراكات مع الحكومة إذ كان الأمر يستدعي ذلك. فبالتالي اهتمام الصناعة الوطنية بهذا في هذا التوقيت مهم للغاية. الاجتماع السابق للحكومة أشار لعدة نقاط عملية على أرض الواقع من خلال المؤتمر الصحفي الذي كان انتهى لرئيس الوزراء، وشرح وقتها بالتفصيل ما هي المعوقات التي تواجه المصنع المصري وكيف سيتم تذليلها. رقم واحد البيروقراطية والروتين والإجراءات الإدارية التي ربما تعيق دوران عجلة التصنيع بشكل أفضل أو مما نتمناه أو نطمح إليه. النقطة الثانية أن بعض المصانع لديها إشكالات مع البنوك، كل ذلك سيتم تسويته في وقت قياسي للغاية. وكان هناك اجتماع أخير في هيئة التنمية الصناعية مع وزير الصناعة وعدد كبير من المصنعين، طرح عليه عدد من الأسئلة حول إمكانية أن يحدث قفزة نوعية في وقت قياسي للصناعة الوطنية، وهذا ما نتمنى. لكن الوزير أكد في هذا الاجتماع على أن هيئة التنمية الصناعية ستكون بداية الإجراءات عندها ونهاية الإجراءات أيضا تنتهي عندها، وبالتالي سيتم الانتهاء تماما من المعوقات الخاصة بالشؤون الإدارية والبيروقراطية والروتين، وهذا ما كان يعاني منه عدد كبير من المصنعين، خاصة بأن مصر لديها بنية تشريعية أشار بها وأشاد بها عدد كبير من المستثمرين الذين مذلوا وما يحضرون من كل أنحاء العالم. فقط هذه الإجراءات الروتينية سيتم القضاء عليها بشكل كبير للغاية. الميزة ما يسمى بالميزات الذهبية أو الرخصة الذهبية التي قطعت فيها الحكومة المصرية شوطا كبيرا للغاية دعاء، ونجحت عمليا على أرض الواقع من إعطاء هذه الميزات لعدد كبير من المصنعين العرب والأجانب والمصريين، وهذه الميزة تعجل من أي إجراءات أيضا سيتم التوسيع بها بشكل كبير للغاية خلال الأيام القادمة. على كل حال نحن بانتظار مؤتمر صحفي سينطلق بعد قليل هنا في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية، مؤكد أن رئيس الوزراء سيتحدث في هذا الجانب باستفاضة حول مسألة التصنيع والصناعة الوطنية في هذا التوقيت الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني بشكل كبير للغاية. مهم أن أشير أن الصناعة الوطنية ستقلل فاتورة الاستيراد من الخارج، وهذا ما يؤكد أو يقلل العبء بشكل كبير على الدين الخارجي، وهذا ما تحتاجه مصر في نقطة مهمة. النقطة الثانية أن الصناعات الوطنية التقليدية القديمة دعاء سيتم الحفاظ عليها بشكل كبير من خلال الشركات الوطنية التاريخية العملاقة، ونتحدث هنا على سبيل المثال عن شركة الغزل والنسيج على سبيل المثال، وهذه شركة وطنية كبيرة للغاية. الحكومة المصرية لن تفرط على الإطلاق في كل هذه الصناعات. صناعة النسيج الصناعي بعد توقف دام نحو 12 عاما في كفر الدوار عادت إليه الحياة مرة أخرى. عدد كبير من الترسانات الخاصة بالصناعة الوطنية تهتم بها الدولة المصرية في هذا التوقيت وتأتي على أولوية الحكومة، ونحن على كل حال بانتظار المؤتمر الذي سينتهي بعد قليل. ومؤكد دعاء سيتحدث أو سيأتي رئيس الوزراء على عدد كبير من الملفات، لكن الملف الصناعي هو المهم
بشكل كبير، وأيضا سيكون هناك حضورا في هذا المؤتمر لوزير التربية والتعليم ليجيب على أسئلة للشارع تطرح الآن في الشارع المصري حول العملية التعليمية وتطويرها في مستقبل أفضل إن شاء الله. تفضلي دعاء لو لديك أي تساؤل. نعم، جزيل الشكر، ذكرت لنا يعني وصف شامل ووافي بالنسبة للنقاط التي جاءت من العاصمة الإدارية. عوض الغنم مراسل إكسترا نيوز، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة وهذه الإيضاحات. ومشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذه الساعة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.